أفضل البطولة الأفضل تنظيمياً وفنياً، إن شاء الله فنياً وكل شيء في هذه البطولة يكون دائماً الأفضل، لأن مصر الحقيقة تستحق أكتر من كده بكتير جداً جداً جداً. اللي حضراتكم شايفينه ده خلال الاستعدادات، يعني اللي حضراتكم شايفينها خلال الفترة اللي فاتت هي استعدادات مهمة واستعدادات كبيرة جداً واستعدادات من كل المسؤولين، من أعلى مسؤول في الدولة لأقل المسؤولين اللي موجودين في الدولة. الحقيقة الكل مهتم بما سيحدث في بطولة كأس الأمم الإفريقية. إن شاء الله من الواضح جدا إن هي ستكون الأفضل إن شاء الله تنظيميا في تاريخ بطولات كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة القادمة. الحقيقة زي ما تعودنا مع حضراتكم في برنامج كان 2019 هنبدأ دايما بأخبار منتخبنا الوطني، والنهاردة أعلن خفير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري قائمة الفراعنة النهائية استعدادا لكان 2019. زي ما حضراتكم عارفين 23 لاعب انضموا للقائمة النهائية، أحمد الشناوي ومحمد الشناوي وجنش، وخط الدفاع أحمد المحمدي وعمر جابر، أحمد حجازي، باهر المحمدي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد أيمن منصور. أما خط الوسط طارق حامد وعلي محمد اللي هو علي غزال ومحمد النني ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه وعمرو وردة ووليد سليمان وعبدالله السعيد ومحمد صلاح. أما خط الهجوم مروان محسن وأحمد علي وأحمد حسن كوكا. دي القائمة النهائية. الحقيقة مش هيكون عندنا تعليق كتير على القائمة النهائية ومين الأسماء اللي اختارها ومين الأسماء اللي ما اختارهاش أو استبعدها، يعني من الواضح أن كان هناك أسماء أو الاسمين اللي تم استبعادهم. معظم الناس كانت عارفة أن سيتم استبعاد أحمد أبو الفتوح وأبو جبل، وكان من الواضح أن في بعض الأسماء اللي موجودة في المنتخب اللي هو أحمد أبو الفتوح وأبو جبل موجودين عشان يتم استبعادهم، وكان من الواضح أن كان خفير أجيري مستقر الحقيقة على 23 اسم يكونوا موجودين مع منتخبنا الوطني، وبالتالي الكل دلوقتي هيدعم هذه القائمة. الكل على الأقل عندنا هنا في هذا البرنامج الكل هيدعم هذه القائمة، الكل سيقف خلف هذه القائمة، الكل هيقف خلف المدير الفني لمنتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة. بالمناسبة وإحنا بنتكلم وأنا قصدت أن أنا وأنا بقول الأسماء ولا هقول لكم أهلي ولا هقول لكم زمالك ولا هقول لكم إسماعيلي ولا هقول لكم مقاولين، خلاص لما نيجي نتكلم احنا بنتكلم هنا عن منتخبنا الوطني. لا توجد اسماء، لا توجد اسماء في المنتخب او لا توجد اسماء انديه في المنتخب الوطني. 23 اسم كلهم بيمثلوا منتخبنا الوطني، وبالتالي هيكون كلامنا دائما دائما بدون اسماء انديه، بدون اسماء انديه. ومن الممكن جدا ان احنا ننتقد لاعب من نادي معين، وممكن جدا نعلي لاعب في نادي اخر على حسب بقى المباريات وهنشوفها ازاي والمحللين هيتكلموا فيها ازاي. بس بدايه كده احنا بنقول لحضراتكم ان احنا هنا ما عندناش اسماء انديه على الاقل في هذه الفتره، لان احنا دلوقتي كلنا بنلعب باسم منتخب مصر، او كل اللاعبين اللي متواجدين 23 اسم اللي موجودين بيلعبوا باسم منتخبنا الوطني فقط لا غير. كل المشاكل وكل الكلام اللي كنا بنتكلمه وكذا 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 كل ده بعيد تماما عن ال 23 اسم اللي موجودين دلوقتي مع منتخبنا الوطني. ان شاء الله هذه القائمه تحقق طموحات واحلام المصريين اللي الكل بيستناها، والكل كل المصريين مستنيين ال 23 اسم دول مين اللي هيلعب ومين اللي هيروح احتياطي، محمد صلاح هينضم امتى للمنتخب، محمد صلاح هل هو غلطان، هل هو